نتحدث أكثر عن هذه الخطورة وكيفية التحضر لها من قبل الدول الأوروبية. من بون الألمانية معي جاسم محمد، مدير المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات. مساء الخير سيد محمد، كل عام وأنت بخير. سيد جاسم، الدول الأوروبية تحدثنا كثيرا عن هذه المخاطر، مخاطر من سيعود من البلدان التي ذهبوا للقتال فيها. الدول الأوروبية هل هي متحضرة أو ألا يجب أن تكون متحضرة سلفا، لأنها كانت تتوقع عودتهم ستنتهي الأزمة، وخاصة بالفترة السابقة بدأ انحسار وداعش فترة بعد فترة، بدأنا بالموصل، يوم بمحافظات أخرى في العراق، الرقة مستمرة، ويتحدث كثيرون عن عدم استغراق وقت طويل لطرده من هناك، أيضا معقله في سوريا. بالتأكيد أجهزة الاستخبارات الأوروبية أجرت استعداداتها بوقت مبكر، يعني ما بعد أو عفوا ما قبل بدء عمليات الموصل كان هنالك مؤتمرات واجتماعات إلى دول أوروبا بشكل منفرد، يعني على شكل دول، وكذلك المفوضية الأوروبية، ويعني استضافت عواصم أوروبية أبرزها باريس. هذه الاجتماعات تقوم أو تتركز على موضوع كيفية مواجهة خطر عودة المقاتلين الأجانب. أجهزة الاستخبارات الأوروبية أيضا قامت برصد الأعداد التي تمت أو غادرت الساحة الأوروبية والتحقت بالقتال، وكذلك وضعت أسماء من خلال التعاون مع الانتربول الدولي، بالإضافة إلى اليوروبول هنالك قوائم من الأسماء وضعت أيضا في المعابر الحدودية والمطارات. لكن أصبح واضحا بأن المقاتلين الأجانب يسلكون طرق ملتوية واستخدام وثائق أيضا لا تثبت شخصيتهم وربما لا تثبت دخولهم إلى الأراضي السورية، فإذا هو يبقى تحديا أمام أجهزة الاستخبارات. نعم. إلى أي درجة ما زال بإمكان هذا التنظيم المتطرف أو إن كان تابعا لأي منهم؟ يعني اليوم يخاف كثيرا من المخاوف كثيرة من الذئاب المنفردة، وحكي بأنه ستكون أكثر تشددا مما كنا نتحدث عنه قبل نهاية هؤلاء الجماعات، هذه الجماعات، ولكن هل ما زالت قادرة على المزيد من هذه الهجمات؟ ولماذا يعني بريطانيا نتحدث 3000 كما قلنا من 35000 متشدد يعيشون في بريطانيا، 3000 هم أصلا مدرجون ضمن الأفراد المقلقة لدى المخابرات البريطانية، هم مدرجون فقط، كيف يتم التعامل مع هؤلاء؟ هل يتم الانتظار يعني لأن نكشف عن عملية إرهابية؟ ماذا يحدث بهذه الحالة؟ تقرير الاستخبارات البريطانية وكذلك المنسق في شؤون مكافحة الإرهاب في المفوضية هو يتحدث عن المتطرفين أكثر مما يتحدث عن المقاتلين الأجانب. نعم. فإذا لو تحدثنا عن أعداد المتطرفين الذين يقدمون الدعم اللوجستي والدعاية إلى التنظيمات المتطرفة فهذا الرقم هو مقبول، بالرغم أنه هو لأول مرة يصدر. لكن بالمناسبة ذكرت الاندبندنت قبل أيام أيضا رقم ربما قريب أو أقل من هذا الرقم. التحذيرات أيضا هي جارية، هذه هو ليس التحذير الأول، التحذير من اليوروبول وكذلك من لجنة مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، التحذيرات جارية وكذلك من قبل أجهزة الاستخبارات. لكن إمكانية إيقاف هذه العمليات بالتأكيد أنه لا يمكن إيقافها، إضافة إلى ذلك أنه هذا التنظيم لماذا يعتمد هذه هي التكتيك، والذي حول تكتيك الذئاب المنفردة إلى استراتيجية، لماذا؟ كون أنه يحاول يعني أن يسجل حضور له خاصة في أوروبا، ويحاول أن يضعف أيضا دول التحالف الدولي أو الغربي في مواجهة التنظيم. نعم. هو علامة الاستفهام الكبيرة يمكن التي ذكرتها سيد جاسم بأنه التشدد غير إرهابي، يعني هي عناصر مقلقة ولكن بالنهاية لم تقم بأعمال تفجيرية بعد، وهذا هنا السؤال الأكبر. يعني دائما يقال فكر المتطرف هو أخطر ما نتج عن هذه الجماعات الإرهابية. شكرا لك دائما من بون سيد جاسم محمد، مدير المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات. شكرا سيد جاسم.